هل الفدية تأخذ شروط الأضحية؟ نعم، لابد أن تنطبق على الفدية شروط الأضحية، فما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في الفدية، لا من حيث السن ولا من حيث السلامة، ولا من حيث السلامة من العيوب المخلة بالأضحية، العورة البين عورها، والعرجة التي لا تطيق المشي مع الصحاح، والهزيلة، وصغيرة السن. والسن في الضأن 6 أشهر، نصف السنة، وفي المعز سنة كامل، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5 سنين. لابد من هذا السن.